وصل ضيف جديد. ليه عم ليه فايت بدك تقاتل؟ ما في شيء، ما في احلى في كيفك شان. اهلا شان مكيس، تفضل. شارل ماكريس متعدد المواهب مثل ما متعدد الأصول، هو مدرب ومصمم رأس وموسيقي ومغني لبناني من أصل يوناني. شارل اللي ورث من ستو الكوبية رأس السلسة بلش يرقص بعمر 5 سنوات. قدر شارل أنه يوضع توقيعه على العديد من البرامج التلفزيونية العربية وعلى العديد من الكليبات لأبرز النجوم مثل رغب علامي، هيفا وهبي وغيرهم، كما أنه عضو بفرقة ميليشيا للهيب هوب. جديد شارل هو مشاركته لتدريب الرأس بلوس أنجلوس مع ديبي ألين وديف سكوت لنجوم العالم. كيفك شارل؟ أهلا وسهلا فيك. تعرف الموجودين؟ تقيته قبل؟ كلهم بعرفهم. تعني تعرفت عليهم. شارل أنت مصمم رأس ومدرب رأس وكمان عضو بفريق ميليشيا ميليشيا للهيب هوب. طب يعني ما خلصنا من الميليشيا بالحياة إلا جايبها على الفن؟ ميليشيا ما بتخلص بلبنان، يعني بدل في ميليشيا. فنحن ميليشيا فنية مش ميليشيا أكتر. طب أنتوا فرقة بتدعي السلام واللا عنف، ليه سميتوها ميليشيا؟ ميليشيا يعني عنف وسلاح. بيجذب. أوكي. صح، وقت تقولي ميليشيا، نحن اثنين بميليشيا، وقت بنطلع على المسرح العالم بعدها ناطره انه وين الشعب وين الجيش وين نحن مطلع عندنا. انتم ميليشيا ادوات الحرب اللي معكم شو هي؟ هي الليركس، كلمات الرقص، البرفورمنس. بما انه عم تحكي عن الرقص شارل، انت اكيد وقعت كثير من الاعمال التلفزيونيه المعروفه بنشوفها على الشاشات والفيديو كليبات المعروفه لكثير من الفنانين. رح تشارك، رح تسافر على لوس انجلوس، رح تشارك دابي الن وديف سكوت بدورة لتدريب الفنانين أو النجوم العالميين. خبرنا كيف وصلت على لوس أنجلوس. هو دابي ألن أنا التقيت فيها بمسرح الرحباني، ممثلة معروفة وكوريوغراف كمان، مسرح أسامة الرحباني، وكنت أنا رائس بهالمسرحية وتعرفت عليها هونيك وبقيت براسي، وهي عاملة فيم وعاملة كتير قصص. سافرت أنا على لوس أنجلوس هذيك السنة كرمال أخذ هذه الدورة، يعني رايح لا أتعلم. هلا هي عرفتني انه من 7 سنين انا رائس بالميوزيكال تبعها وعزمتني على العشاء لعندها على البيت، فاجئتها شغلي لبنان اللي بعمله بالعالم العربي على اللابتوب، وقالت لي بدي اياك تكون سنة الجاية بهالدورة تكون واحد من مصممين الرأس، يعني الكوريوغرافرز هونيك تبع بيونسي، اشر، ماريا كاري، ويتني هيوستن. انت رح تكون واحد منهم؟ رح تكون واحد منهم، رح تكون عندي خمس ساعات. شفت اللبنانية؟ انه شفت انه ما من نبي يكرم في وطنه؟ مدرسة كمان لتعليم الرقص هو كمان جديدك من 5 شهور دانس منستري. منستري مش سكول او اكاديمي. ليه منستري؟ منستري اكثر لانه رسالة مش وزارة، رسالة بناخذها بتجي معنا رسالة كمان، لانه از اكاديمي هلا ما عندهم كلهم اكاديمي. شو بيعلم الرقص شارل؟ شو بيعلم؟ عم تحكي شو بيعلم الانسان؟ شو بيعطينا؟ بيعلمه انه يسمع غيره. هيك بدنا نشجع الناس اللي عم تشوفنا هلا. ميليشيا متعلم الرواق. لا مش كومبينيشن كثير غير حلو. بس انه ميليشيا هذا شيء ثاني بعمله، يعني انه غير شيء كليا، شيء انا هو نفسه، بس ميليشيا شيء وشارل كرأس شيء ثاني. الرأس بيعلمك اول شيء تصغي تسمعي لغيرك، تسمعي للاخر، هي عندنا اياها مشكله بلبنان ما بنسمع للاخر. صحيح. فهذا هو الرأس. يعني أوكي. هو اكثر من هيك بس انه شارل عنا رقص ناقصين وراقصين وراقصات بلبنان، لحتى عم نشوف المسارح الراقصه والكبيره مثل مسرح كاراكلا مثلا، اوكرانيين وروس كثير عم نشوفهم على مسرح كاراكلا وغير مسرح كاراكلا. عنا نقص بالراقصين والراقصات؟ ما عنا نقص بالراقصين. لضحكت ما بعرف كانه هالسؤال قال لي شيء، عندي مشكله مع هيك سؤال، مش مع السؤال مع القصه. ما عنا نقص، بس نحن اللبنانية ما راح اخدها سياسية، ما بنحب بعض بصراحة. أسئلة سريعة شار لو سمحت بتجاوبني بسرعة كتير. الرقص بكلمة؟ حياة. الرقص. الجسد بكلمة؟ تعبير. الصلصة بكلمة؟ فيلينج. فيلينج. الدبكة بكلمة؟ لبنان. انت بكلمة وحد كلمة لبنان؟ اتحاد.
لانه اذا انا وياك مش متفقين ما رح فينا نكمش ايدينا. يعني اذا انت اصفر وانا اورانج واخضر وازرق، اذا كنا سهرانين ما بيعرفوا بعد شو بيلقطوا الدبكه، الدبكه بتوحد. شعر المكريز بكلمه. انسان. انا بتمنى لك كل التوفيق عن جد شارل، ونفتخر نحن لما هالشباب والصبايا اللبنانيه بيمثلوا لبنان بهالجمال. يعني بدنا نشوف، عم نحكي عن السلسة، بدنا نشوف السلسة هيك نشوفها. يلا تفضل. مع ابو امين بفضحك شارل. برجع بقول لكم اهلا وسهلا فيكم. بنشكر سحر شارل اللي رقصت معك، كمان هي عندها اكاديميه للرقص وهلا عم تحضر فيستيفال بكاتر سانك جوان، يعني باربع خمسة حزيران جايبه كابل من فرنسا، من اهم ناس بالعالم بالسلسله، ليعطوا ورك شوب للبنانيه من اربع وخمسة حزيران بالكاسبيك. شارل الخلط بالرقص كمان جربت شي مرات تعتمده؟ أكثر يعني بنقدر ندمج رأس شرقي مع رأس غربي. أكثر أيام أنا هيك حسيت حالي انبسطت بالشغل اللي بطلعه كان الميكس، يعني بفيلم البوستا اللي كان فيها دبكة مع إلكترو مع الهيب هوب، كان عندي سان اشتغلتها، اشتغلت شيء ببعلبك كمان كان دبكة مع فانكي كمان على إلكترو، شغل كتير قصص ميكس، يعني تكنو دبكة شغل. هلأ في شيء جديد هلأ عملته لعرس كبير كان فيوجن بين لبناني مع تروبيكال، فكمان انا بنبسط كثير وشي جديد نكهه جديده. يعني شارل اليوم الخليط او الخلط موجود مش بس عندك وعند لما وعند جهاد، كمان تانيا بغير الخلط بالالوان الموسيقيه تعلمتي التانجو لحتى لما تروحي على الارجنتين او على البرازيل او يعني تقدمي حفلات تكوني قريبه منه يمكن من ثقافتهم. تعلمت رقص بس شو يعني بقول لك اخذت هيك سبع كرات انا بتعرفي شو لازم هلا تفرجيني شو تعلمتي مع شارل ما هيك؟ ما لازم نشوف شو تعلمتي بس بالارجنتين يعني ما عندك الرقص ومصمم الرقص شخصيا هون بحنين كمان بتعمل الميكس بين السلسا وبال شو رايكم حد لكم هيك موسيقى ترقص عليها؟ ايه شو جهاد فينا نعمل شيء تانجو؟ ربيعة انا برايي نشوف لما انا عارفه جهاد ولما شو عبالك لما انا رقصت قالوا لي عم تعمل سبور انت رقص منيح لا ليكي عن جد لو ماني عامله عمليه باجري من شهر ونص كنت برقص بلشنا ايه بل انا بفضحك شاد استاذ جهاد يلعب شيء شرقي ولما راقصة الجماهير شاف شو اخبارك شو عم تحكي؟ نحن 10 مينتس 10 دقايق بالكثير بتقولوا خوفي سامع عم نحكي عن التانجو وعن الرقص وعن الغنى وما هيك ما تحمست تغني انا حلو برقصها للما هيك شي رقصه غير شكل يا عمي يلا 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 لما قومي طيب خلص اوكي نزولا عن رغبه الشعب الشعب يريد لما ايوه مع الملقط هاي بتعرفي شو لك كوكارا اوكي يوم مكسيكان فود فلازم نرقص على المكسيكان بس ما بعرف ارقص يلا على الزقفه يلا يلا وان تو ثري بدون ميوزك ما في ميوزك فات يس سايد عم شي يطا لوحده عنده بدنا منك اكل
انا بدي اقول لك شكلي صار انه في حدا حيدق له بعتقد خطيبه اسرع وقت شكلي صار اذا بدك انت ولما تكون البارتنر تبعك وندربكم بالمدرسه بماكريس دانس منستري فيكم تكونوا بارتنرز واهلا وسهلا. خلونا نحكي شوي عن الفن والتصنيفات شارل. التصنيفات بالفن قديش يعني نحن ببيتنا موجوده عكس بيت لتاني. نحن ببيتنا كل حدا مع شيء بالبيت. هلا من شوي كانت لما عم تقول لك انت لا انا شو انا انا بس ميوزيك قول قول لحظه انا فنان بس ماما مع حدا بابا مع حدا وخيي مع مين انت مع مين؟ مع ابو امين مع ميوزك ورقص هيدا كل شيء. وهلا بس في ناس حق يكون عندك في ناس تعجبني في ناس يعني ما بتعجبني لما مش انت مثل ما انت رقصتني بدل ف لا بالنسبه لي وقتها ست فيروز غنت بسوريا العالم قامت عليها هون و يعني لا فيروز اهم من فوق 8 و14 وكل الاختلافات فوق بكثير طبعا. حكي وموسيقى ورقص وغنى وخبز وملح، شو رايكم بهالطاولة؟ بتجنن عن جد. أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي، أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي، أنا قلبي دليلي قال لي حتحبي، ترى دايماً يحكي لي وبصدق قلبي أنا قلبي قلبي دالي في ميسي تفضلوا تسلم الله يخليك صوت بيقدح ما شاء الله تفضلوا الأكل كيف زمرت؟ باب 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 صحتين شو ما حدا عم يحكي كله غاطس كله غاطس بالأكل وزعت السيديات ميليشيا مرسي مرسي هولي بس دخيلك والله ما ناقصنا ميليشيا وحروب يا شا يا شعب بلش بالميوزك بدنا سلام أنا ومارون أوكي أنت هيدا ومروان يعني مروان بتشبهوا بعض ها كثير كثير بتشبهوا بعض بس عفوية ايه بس كثير حلوة عم ناخذ ليبسينج بالميوزك بالفيديو كليب وصورها في حد كل واحد منكم تانيا سؤال ورقة لو سمحتي تفتحيها شو عندك شار؟ لإلي أنا ايه كمان كل واحد لإله؟ لإله هلا قلبي بدي أسأل تانيا شي سؤال عبالك بعد 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 العشاء اكسكيوز مي هيدي خبريه صارت معي بلوس انجلوس هذيك السنه شو قصه اكسكيوز مي؟ كنت مستاجر سياره وخلص خلص بنزيناتها بيعطوك اياها مفوله فل فوقفت باترون بعم زمر تا 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 زمر ما في حدا ما كيف زمرت؟ ما حدا شو الترومبا شو البلد هيدا كله يعني حطونا شي واحد على الترومبا بعد شو طقف مرسيدس بتنزل بنات هيك في مع كارد شي بيتعبي تاني هونيك بامريكا انه العالم بيعبوا نعم قلت لها سوري بس شو بدي اعمل قلت لها قلت لها اكسكيوز مي قلت لها انه بدي اعبي بنزين كذا بتروح لهونيك بقلب في مثل دكانه صغيره بالترومبا بتشتري كارد شريت كارد انا ب 30 دولار وفورت ب 22 دولار بقي 8 دولار اشتريت لي طب بقى 8 دولار وانا ساعدتك بتعبي لي اياهم فهون حسيت بالشهامه انا قلت لبناني ما راح اعطيها اياهم مش عم ضحك علي يعني قلت لها ويت فت لجوا رجعت قطرت لها فليت شديد غلط فيهم وفليت ما اعطيتها اياهم شهامه لا شهامه بقوه فجينا شهامه ميرسي ميرسي لكم انه كنتوا معنا الليله